قامت جمعية الوفاء الوطنية للإبداع الثقافي بالتنسيق مع المتحف الجهوي علي كافي بسكيكدا ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد وأحداث 20 أود 55 التاريخية، أين قدم أساتذة مختصون أقول ومجاهدين محاضرات حول هذه الذكرى، كما تم تكريم المشاركين في التظاهرة. التغطية لمحمد حمادة. بمناسبة هجومات شمال قسنطينية الموافق لعشرين أوت من كل سنة، ها هي جمعية الوفاء الوطنية للإبداع الثقافي تقوم بندوة تاريخية حول هذه الذكرى العظيمة، وذلك من بولاية سكيكدا أين تمت عملية هجومات شمال قسنطيني. دوق هو الفاوت هذا قلت لك دايرو سي أحمد زيغود، هو الأولى لفرنسا ورالها ما ثبتك، قلت لي هادو ناس هاربين من الحباس وقداش ندخلوا ليك للكا نطربوك في الكا وانت بالصلاح وانت بالإشارات وبالطيار وندخلوا ليك في النهار باه يوري للعالم. الجيل هذا اللي لازم عليه يفتخر جد الافتخار بتاريخه وبجهاد ومناضليه وبشهدائه. وتكريم مختلف المجاهدين الذين شاركوا في هجومات شمال قسنطيني. هذه التظاهرة من أجل إحياء ذكرى هجومات 20 أوت 1955، ومن أجل تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الجزائر وبتضحية الجسيمة والنفيسة التي قدمها المجاهدين من أجل عيشنا حياة كريمة. والثورة لازم تستمر. زيغود يوسف انقذها ما فشلتش خلال حرب التحرير بهجومات شمال قسنطيني، الثورة لازم نمنوا بها احنا كشباب، الشباب هذا الشيء يفرحنا، بالعكس حتى تستمر الثورة الجزائرية وهذه المبادئ اللي انتصرنا بها في معركة التحرير، ننتصر في معركة التنمية.